في لقاء بهيج وحاشد أقيم على مسرح قصر الثقافة في المدينة الرياضية بعمان، احتفلت جوقة ينبوع المحبة بمشاركة أكثر من 100 عازف ومرنم وممثل مسرحي بالذكرى 16 لتأسيسها، متوجة احتفالها بإطلاق ألبومها 6 الذي جاء بعنوان الله محبة. رعى الاحتفال سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، وسيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، وبحضور السفير البابوي في الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مارتن، والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي، وجمع من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات وشخصيات دبلوماسية ودينية ورسمية وجمهور كبير من المدعوين، وبمشاركة مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، وبكل تناغم وإتقان في مساء روحي جميل ملأ قلوب الحضور بالبهجة والفرح والسلام. قدمت جوقة ينبوع المحبة التي قادها المرنم طعم جبارة حزمة من ألحانها الصادحة صوب السماء، ممزوجة بالترانيم الغربية والشرقية، نالت محبة وإعجاب الحاضرين. من عمق أعماقي صرخت يا ربي، صرخت يا ربي، من أجل اسمك أخلصني، نوري دربي اليوم. كان عندنا قدامنا أكثر من 100 مرتل وعازف، كانت حفلة رائعة، كان مهرجان، كان عيد، وزي ما أنتوا شفتوا كان عيد موفق وناجح، ونرجو أن تكثر هذه الجوقات لتأثيرها الإيجابي في نشأة شبابنا وصبايانا. إلا التعزيات إلا الرب القدير وفرح الحياة للغني. اسمحوا لي أخبركم اليوم عن السيدي الجديد، سيدي الله محبة، سيدي 6 للجوقة، بتكون من 14 ترتيلة، فيه تراتيل شرقية، فيه تراتيل نقول للشبيبة، تراتيل بيزنطية، تراتيل كلاسيكية، في تنوع كبير. خلينا نحكي بهاي التراتيل. هالسيدي هو أخذ وقت طويل، سنوات عدة، اللي رح يسمع هالسيدي رح يشوف إنه كل الموسيقى هي نقدر نسميها موسيقى لايف، يعني هالموسيقيين كانوا يفوتوا على استوديو يسجلوا، وهذا النوع بعطي يعني نقول أفضل جودة أكبر للعمل. حابب أنه أوجه تحية كمان لقناة نورسات اللي اليوم صورتنا، شكر كتير كبير دائما لدعمكم لنا، ونطلب من الناس دائما يتابعونا ويشجعونا لأنه بمحبتهم نكبر. شكرا على كل شيء، والله معاكم.